في هذه الأثناء من المتوقع أن تنطلق مسيرة جثامين الشهداء الثلاثة من المستشفى رافيديا باتجاه المنطقة التي نقف بها ميدان الشهداء، وهي العادة النابلسية التي لم تتغير. كل شهداء المدينة يعبرون من هذا الميدان، ميدان الشهداء، تؤدى صلاة الجنازة. تشاهدين آلاف الفلسطينيين يحتشدون في هذه الأثناء. أغلقت المحال التجارية والتجار أغلقوا هذه المحال. طبعا ذلك يأتي بالتزامن مع دعوة محافظة نابلس لاعتبار يوم الغد يوم حداد وإضراب شامل في كافة أرجاء المدينة. حركة فتح دعت إلى اعتبار يوم الغد يوم للمواجهة والتصعيد مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وعبر شبكة الأذان الموحد قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها أن الرد على جريمة الاغتيال سيكون بحجم الجريمة بحد ذاتها. يسمع في هذه اللحظات صوت لإطلاق النار في أرجاء مختلفة من مدينة نابلس. لربما سيكون هنالك مشاركة عسكرية من قبل كتائب شهداء الأقصى وفصائل المقاومة داخل البلدة القديمة ومن مخيمات بلاطة وعسكر وكذلك العين في المدينة. حقيقة كافة أبناء المدينة الآن يحتشدون هنا في ميدان الشهداء انتظار جثامين الشهداء الثلاثة بعد أن ألقيت نظرة الوداع عليهم من قبل عائلاتهم وسط الحزن والرضا على مصير الشهادة الذي نالوه الثلاثة. إلا أن الغضب هو سيد الموقف ودعوات للرد على الجريمة الإسرائيلية التي وقعت في مدينة نابلس. إطلاق كثيف للرصاص الحي في هذه اللحظات من قبل المسلحين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية. هنالك إدانة كانت واضحة من قبل الخارجية الفلسطينية لما وصفته بجريمة الإعدام البشعة التي حدثت هذا اليوم في مدينة نابلس. وكذلك أيضا إدانة كانت من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبا بفتح لجنة تحقيق وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. المشهد سيد الموقف، سيما وأن هذه جريمة الاغتيال تأتي وتتزامن مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعوات استيطانية مساء هذا اليوم تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، بالتأكيد للخروج بمسيرات بالقرب من المستوطنات والحواجز الإسرائيلية، طبعا تحت ما يسمى أن دولة إسرائيل في خطر. لكن فلسطينيا ينظر إلى هذه المسيرات أن المستوطنين والمشروع الاستيطاني وتحديدا في مناطق شمال الضفة الغربية هو خطر. الآن كيف ستتدحرج كرة الثلج؟ هذا هو سؤال مهم، وهنالك بالتأكيد خشية من قبل الأواسط الأمنية الإسرائيلية لطبعا خطوات الرد فلسطينيا. إطلاق بصورة كثيفة إن كنتم تسمعون في الخلفية للرصاص الحي، لربما سيتدحرج هذا باتجاه نقاط التماس من قبل المسلحين الفلسطينيين. وكما قالت كتائب شهداء الأقصى بأن الرد سيكون بحجم الجريمة التي نفذت هذا اليوم ميدانيا مناطق في الضفة الغربية للتصدي لمسيرات المستوطنين مساء هذا اليوم. وفي نفس الوقت نشاهد الآن وصول أعداد أكبر من المشيعين والمشاركين في المسيرة التشييع في هذه اللحظات إلى ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس في هذه الأثناء، وسط حالة من الإضراب العام والشامل الذي يشل كافة أرجاء المدينة في هذه اللحظات. هنالك بعض الإشارات الميدانية كذلك لوصول عدد كبير من مسلحي كتائب شهداء الأقصى ومسلحي البلدة القديمة داخل زقاق البلدة القديمة بانتظار وصول جثامين الشهداء الثلاثة إلى المنطقة. في هذه الأثناء يعني تسمعون حجم إطلاق النيران في هذه اللحظات، هذا سيعكس مشهد من التعقيد على الحالة الميدانية في هذه الأثناء. لربما يقترب صوت إطلاق الرصاص في هذه الأثناء في ميدان الشهداء، ولربما هنالك وصول لعدد من المسلحين. نعم.
مسلحي البلدة القديمة ومسلحي كتائب شهداء الأقصى في المدينة الذين وصلوا إلى هذه النقطة، حيث تشاهدون تدافع المواطنين الفلسطينيين والمشيعين باتجاه المسلحين. طبعا كل ذلك وهذا المشهد المتصاعد يستبق بالتأكيد وصول الجثامين، جثامين الشهداء الثلاثة، حيث سيضعون هنا وتؤدى صلاة الجنازة عليهم. بعد ذلك سيتم إدخالهم باتجاه منازل عائلاتهم داخل أزقة البلدة القديمة لإلقاء نظرة الوداع، وبعد ذلك سيتم التوجه بهم إلى المقبرة الشرقية في المدينة لإلقاء لمواراتهم الثرى. إطلاق نار بصورة كثيفة حتى هذه اللحظة يسمع من قبل المسلحين في هذه الأثناء في مدينة نابلس، وبعض المناطق يعني تؤكد في هذه الأثناء هنالك بعض الحشودات الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة شافي شمرون. وتسمعين؟ نعم. أدع فقط الصورة تتكلم. سعيد خالد.